السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الرابعة من مادة تطبيقات مناهج البحث العلمي في الإحصاء المستوى الرابع. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن صحة وحال. احنا خدنا في الثلاث محاضرات اللي فاتوا اتكلمنا عن مقاييس النزعة ومقاييس التشتت وكيفية المقارنة من خلال التشتت النسبي أو معامل الاختلاف. النهارده هنبدأ موضوع جديد أو مختلف. يمكن احنا درسنا في المراحل اللي قبل كده السنوات السابقة الانحدار البسيط، وان الانحدار ده عبارة عن ايه؟ ان بتجيب علاقة بين متغيرين احدهما تابع والاخر مستقل. لو عندي متغير واحد تابع ومتغير واحد مستقل ده كنا بنسميه الانحدار البسيط، وحضراتكم درستوه قبل كده. النهارده هناخد بقى حاجة جديدة اسمها الانحدار المتعدد، لما بيكون عندي متغير تابع واحد تابع واكثر من متغير مستقل. احنا هنكتفي في دراستنا هنا ان انا عندي متغيرين مستقلين اثنين فقط عشان العمليات الحسابية ما تبقاش صعبة علينا. هناخد مثال كده نفهم منه القصه بتبقى عباره عن ايه. الهدف اساسا من الانحدار المتعدد يا جماعه ان انا بجيب علاقه بين المتغير التابع والمتغيرات المستقله ليه علشان اقدر بعد كده استخدمها في التنبؤ بقيمه الظاهره بتاعتي. تعال نشوف كده مع بعض. هنقول الانحدار المتعدد طبقا لهذا الاسلوب بيكون المطلوب تقدير معادله الانحدار المتعدد التي تاخذ الصوره الاتيه. صاد ونحط عليها زي 8 كده، دي بنسميها صاد هات او صاد المقدره، عبارة عن بتساوي أ زائد ب واحد س واحد زائد ب اتنين س اتنين. هنلاحظ المعادلة ص ده المتغير التابع، في كام س بقى في المعادلة؟ في س واحد وس اتنين، هي دي المتغيرات المستقلة. المتغيرات المستقلة اللي هي بتأثر في المتغير التابع، يعني أنا بتكلم عن الاستهلاك مثلا. لو ص دي هي الاستهلاك، إيه يا جماعة اللي بيأثر في الاستهلاك؟ قال لي اللي بيأثر في الاستهلاك عادة حاجتين، الدخل بتاعي وأسعار السلع. يبقى س واحد دي ممكن تعبر عن الدخل وس اتنين تعبر عن السعر بتاع السلع وهكذا. يبقى ص دي المتغير التابع، س1 وس2 دي اسمها المتغيرات الايه المستقله اللي هي بتاثر في المتغير التابع. انت المطلوب من سعادتك انك تجيب قيمه ا وب1 وب2 اللي هي بنسميها معالم او معلمات معادله الانحدار. طيب المفروض في الاحصاء هنا او في الانحدار المتعدد احنا بعد ما بنجيب معادله الانحدار دي بعد ما بنقدرها، هي كلمه تقدير المعادله، احنا عايزين نحسب ا وب1 وب2. بعد ما بنحسبهم المفروض بناخد المعادله دي نعملها اختبار اسمه اختبار المعنويه او اختبار الجوهريه عشان اطمئن انها سليمه. إذا طلعت المعادلة بتاعتي سليمة ببدأ أستخدمها المفروض في التنبؤ بالظاهرة. طيب هنا اللي هيحصل إيه؟ أنا عشان نجيب المعادلة دي المفروض بتعتمد عشان نجيب أ وب1 وب2 دي بتعتمد يا إما على حل ثلاث معادلات يا إما على حل معادلتين، بتاخد وقت شوية في الحل بتاعها وبيبقى فيها صعوبة نتيجة اختلاف الأرقام والإشارات وكده، فعادة بيبقى فيها نوع من اللخبطة في التقدير. فأنا عشان كده هعمل معاكم واجب في الامتحان إيه هو؟ إن هديكم المعادلة نفسها جاهزة. هديك المعادلة نفسها جاهزة، يعني هديك قيمة الألف والب واحد والب اتنين دول جاهزين، وهطلب منك بس ازاي تختبر المعادلة عشان تطمن ان هي سليمة، وبعد كده شوية مطالب إضافية زي ما هنشوف مع بعض في المثال. هنشوف مع بعض بقى المثال دوت. بيقول إذا كانت العلاقة بين حجم الطلب على سلعة ما، وهندي حجم الطلب ده رمز ص، والدخل اللي هو هنديله رمز س واحد، والسعر اللي هو س اتنين، العينة مكونة من 10 مفردات على الشكل الآتي. يعني هو دلوقتي خد بيانات من 10 مثلا أسر، شاف الاستهلاك بتاعهم اللي هو الطلب قد ايه، والدخل بتاع الاسره قد ايه، وسعر السلعه اللي بيشتروها قد ايه، وبناء عليه عمل تقدير للمعادله. فكانت المعادله بالشكل ص هات، دي بنسميها ص هات، تساوي 84% زائد 4 س 1 ناقص 1.2 س 2. هنلاحظ ان المعادله كده خلاص تم تقديرها يا جماعه. يبقى الرقم الاولاني 84% ده بيمثل الالف، والاربعه دي بتمثل ب 1، وسالب 1.2 دي بتمثل ب 2. طيب ليه البيه 2 طلع بالسالب؟ لان هنلاحظ هنا ان العلاقه بين الطلب والدخل علاقه طرديه، بمعنى لما الدخل بيزيد الطلب او الاستهلاك بيزيد، عشان كده طلع البيه 1 بالموجب. اما العلاقه بين الطلب والسعر بتبقى علاقه عكسيه، يعني كل ما السعر يزيد الطلب او الاستهلاك بيقل، عشان كده طلع بيه 2 بالسالب. مديني بعض المجاميع، مج س 1 ناقص س شرطه 1 مضروبه في ص ناقص ص شرطه بتساوي 22، ومج س 2 ناقص س شرطه 2 في ص ناقص ص شرطه بتساوي 30، وس 1 ناقص س شرطه 1 في س 2 ناقص س شرطه 2 بتساوي 15. وبعدين مديني المربعات بتاعت كل مقدار، س 1 ناقص س شرطه 1 لكل تربيع ب 10، س 2 ناقص س شرطه 2 لكل تربيع ب 25، ص ناقص ص شرطه لكل تربيع ب 54، مج س 1 ب 9، مج س 2 ب 12، مج ص ب 30. انا هنا وفرت عليك وقت كبير في ايه؟ ان انا اديتك المعادله نفسها جاهزه بدل ما تقعد تحل انت المعادلات، وفي نفس الوقت اديتك المجاميع. برضو المجاميع دي بتتحسب عن طريق ان انا بعمل جدول واقعد احسب المجاميع دي كلها، انا مديها لك برضو جاهزه كنوع من توفير الوقت. طب طالب منك ايه بقى في السؤال؟
اول حاجه هتعمل لي اختبار جوهريه للنموذج ككل، عايزين نقول بالبلدي كده هل سين واحد وسين اتنين هما الاتنين بيأثروا على صاد ولا لا، يعني هل الدخل والسعر بيأثروا في الاستهلاك والطلب ولا ما بيأثروش. طيب اذا طلعوا بيأثروا هما الاتنين مع بعض، النموذج ككل يعني هما الاتنين مع بعض بيأثروا في صاد ولا لا. طب اذا طلعوا، طب عايز اشوف بقى كل واحد لوحده هل ليه تأثير منفصل ولا ملوش، فعايزين نعمل اختبار جوهرية مساهمة كل متغير مستقل على حدة. يعني انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اختبر سين واحد لوحدها بتأثر في صاد ولا لا، وعايز اختبر سين اتنين لوحدها بتأثر في صاد ولا لا. تمام، ومديني هنا بقى حاجه اسمها عين ب واحد وعين ب اتنين، عين ب واحد ب 54% وعين ب اتنين بتساوي 34%. بعد كده هنبدا نجيب حاجه اسمها معامل التحديد وهنشوف معناه ايه ونفسر معناه. طيب ايه القيم الجدوليه اللي عندي دي؟ دي قيم جدوليه بنستخدمها لما نيجي نعمل الاختبار، ان احنا الاختبار بيعتمد على ان احنا بنجيب من البيانات بتاعتي حاجه اسمها القيم المحسوبه، وببدا اقارنها بالقيم الجدوليه بناء على المقارنه بناخد قرار. فانا مديك هنا بدل ما تاخد الجدول كله او تبحث في الجدول، انا مديك بس ثلاث ارقام هعلمك ازاي تختار منهم واحده سواء في اختبار ف او اختبار ت. يعني مديك ثلاث ارقام في ف وثلاث ارقام في ت على اساس انت هتختار واحده من هنا وواحده من هنا وتقارن بيها وتاخد القرار. تعال نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي يا جماعه عشان اعمل اختبار جوهريه النموذج ككل. قبل ما نشوف كده القوانين بتاعتنا بالظبط هنعمل ايه بقى، هنحسب ثلاث ارقام. ركز معايا، عشان اعمل اختبار جوهريه النموذج ككل محتاج احسب ثلاث ارقام. الثلاث ارقام دول هنعمل فيهم ايه؟ هنحطهم في جدول اسمه جدول تحليل التباين. الجدول ده بيطلع لي في الاخر رقم اسمه ف المحسوبه. هبدا اقارن ف المحسوبه دي بف الجدوليه اللي عندي، رقم من الثلاثه دول. بناء على المقارنه هناخد قرار هل النموذج ككل جوهري ولا غير جوهري. يبقى انا محتاج اعمل ايه دلوقتي يا جماعه في اختبار جوهريه النموذج ككل؟ هحسب ثلاث ارقام هحطهم في جدول اسمه جدول تحليل التباين، بيطلع لي قيمه اسمها ف المحسوبه، بنقارنها في ف الجدوليه بناء على المقارنه بناخد القرار. طب تعال نطبق الكلام ده كده مع بعض. احنا هنحسب ثلاث ارقام، اول رقم اسمه التغير الكلي. التغير الكلي ده عباره عن مج ص ناقص ص شرط الكل تربيع. لو رجعت للجدول اللي فات او البيانات اللي فاتت هلاقيه هو مديني مج ص ناقص ص شرط الكل تربيع، دي كان مديها لي برقم بتساوي 54. طب هنجيب حاجه اسمها التغير الراجع للانحدار. التغير الراجع للانحدار ده هيبقى عباره عن ب واحد مضروبه في مج س واحد ناقص س شرطه واحد مع ص ناقص ص شرطه، زائد ب اتنين في مج س اتنين ناقص س شرطه اتنين مع ص ناقص ص شرطه. طيب اتفقنا ال ب واحد وال ب اتنين موجودين فين يا جماعه؟ موجودين في معادله الانحدار. ال ب واحد لو نفتكر كانت باربعه اللي هما جنب س1، وال ب2 كانت سالب 1.2 اللي هي كانت جنب س2. يبقى ب1 ب4 في المجموع دوت عندي ب22. لو رجعنا البيانات التمرين خليها قدامك كده وانت بتحل، خلي البيانات نفسها قدامك، يبقى انقلها في ورق كده قدامك وتابع معايا. يبقى 4 في 22 زائد افتح قوس عشان الاشارات، ال ب2 بسالب 1.2 بناخد الرقم باشارته سالب 1.2 في س2 ناقص س شرطه 2 مع ص ناقص ص شرطه. لو بصينا على المجاميع اللي عندي هلاقيها بكام؟ ب30. هنحسب هيطلع الناتج في الاخر 4 في 22 يعني ب 88 ناقص 1.2 في 30 فهيطلع الصافي 52. في هنا ملحوظه مهمه جدا بتاكد لك انك ماشي صح ولا لا. التغير الكلي نفسه طلع كام يا جماعه؟ قال لي التغير الكلي اهو طلع عندنا بيساوي 54. جميل. والتغير بتاع الانحدار طلع كام؟ 52. لازم دايما لازم دايما تغير الانحدار يطلع اصغر من التغير الكلي. كده بطمن ان انا ماشي صح. لازم دايما تغير الانحدار يطلع اصغر من التغير الكلي. ليه بقى؟ هو التغير الكلي ده معناه التغير اللي بيحصل في الظاهره ككل، في جزء منه بيبقى بسبب س1 وس2، في جزء منه، فلازم دايما يطلع تغير الانحدار ده اصغر من التغير الايه؟ الكلي. ولازم الاثنين يبقوا ارقام موجبه. في رقم ثالث بقى هنستنتجه جوه الجدول على طول. الرقم الثالث هنستنتجه جوه الجدول اللي هو بنسميه البواقي. اهو بصوا البواقي ده الرقم الثالث اللي احنا عايزين نحسبه. بيجي ازاي؟ انا طلع التغير الكلي 54 وطلع تغير الانحدار 52، يبقى الفرق منهم الباقي كام؟ 2. اهو الباقي دي اللي هي التغيير اللي بيرجع للعوامل الاخرى او المتغيرات الاخرى اللي انا ما خدتهاش في الاعتبار بخلاف الدخل وسعر السلع. طب جدول تحليل التباين بقى اهو الجدول اتفقنا عليه، بيبقى عباره عن جدول مكون من خمس اعمده: المصدر، مجموع المربعات، درجات الحريه، متوسط المربعات في المحسوبه. والسطر الاولاني بنحط فيه تغير الانحدار، السطر الثاني بنحط فيه البواقي، السطر الثالث بنحط فيه التغير الكلي. لازم يتحطوا بنفس هذا الترتيب.
الكلي طبعا طلع 54، تقابل الانحدار طلع 52، يبقى الفرق بينهم الباقي زي ما اتفقنا بكام يا جماعه؟ باتنين. طيب نيجي هنا درجات الحريه، دي اختصار كلمه درجات الحريه، ده الحاء دي يعني درجات الحريه العمود الثاني. ده عباره عن ايه؟ هنا دوت الرقم ده، الرقم ده بيبقى عباره عن عدد السينات اللي في النموذج، فانا عندي كام سين في النموذج؟ عندي 2، يبقى الرقم ده 2. يبقى الرقم اللي هنا ده 2 دوت عباره عن عدد السينات اللي في النموذج. فعندي انا سين بكام؟ ب 2 زي ما انتم شايفين، لان عندي سنتين في النموذج. عشان كده لو تفتكروا كان في الانحدار البسيط بيبقى واحد، عشان كان بيبقى في سين واحده في النموذج، هنا ب 2 عشان عندي متغيرين مستقلين. طيب تحت خالص هنا قصاد الكلي بنحط ايه دايما؟ نون ناقص واحد. حسب نون اللي في التمرين، هي نون في التمرين بكام؟ قال لي نون في التمرين كانت قايل لي 10 مفردات، يبقى نون ناقص واحد تديني كام؟ 9. يبقى هنا عندي فوق 2 اللي هي عدد السينات في النموذج، وهنا نون ناقص واحد حسب نون اللي في التمرين. لو طرحت الاثنين من بعض هيديني الفرق بينهم بكام؟ ب7. يبقى دايما البواقي دي بتستنتج سواء كرقم او كدرجات حريه. نيجي بقى المتوسط المربعات، دي بتتحسب زي متوسط المربعات، هتلاحظوا معايا كده بتقسم مجموع المربعات اللي عندك على درجات الحريه، يعني مسمي لك ده العمود واحد اهو وده العمود 2، فانت بتقسم 1 على 2، يبقى 52 على 2 تديني 26، 2 على 7 تديني 29%. الكل ما بيتقسمش، مش محتاجينه. كده عندي كام رقم؟ رقمين، هقسمهم على بعض بنفس الترتيب كده يطلع لي فيه المحسوبه، يعني الرقم ده جه منين بتاع فيه المحسوبه ده؟ قسمت 26 على 29%، 26 على 29% اللي هم اخر رقمين في العمود الرابع. هيطلع 89.6. دي اسمها فيه المحسوبة. سعادتك هترجع بقى للتمرين تختار فيه الجدولية. طب انا كنت مديك اكتر من فيه جدولية، هتختار فيه اللي مكتوب جنبها 2 و7. هتختار فيه الجدولية اللي مكتوب جنبها 2 و7. اشمعنى 2 و7؟ زي الرقمين اللي قلولك في درجات الحرية، شايف عمود درجات الحرية العمود التاني ده اول رقم فيه 2 وتاني رقم 7، بتشوف الرقمين اللي قلولك في الجدول وتختار فيه الجدولية على اساس الرقمين اللي قلولك. يعني لو طلع لي هنا 2 و9 ادور على فيه 2 و9، طلع لي 2 و7 يبقى 2 و7، 2 و10 يبقى 2 و10، وهكذا. طيب خلاص اخترت الرقم بتاع فيه الجدوليه اللي هو 4 74، هقارن بقى اللي انا حسبتها اللي هي 89 بال 4 74. هتلاحظوا ايه؟ ان الرقم اللي انت حاسبه فيه المحسوبه اكبر من فيه الجدوليه. ده بيعني ايه بالنسبه لي؟ بيعني كده ان النموذج ككل جوهري، النموذج ككل جوهري، يعني كده معناها ان سين 1 وسين 2 هما الاثنين مع بعض بيأثروا فعلا على الطلب او على صاد. طيب عايز بقى، طب اقول كل، طب كل متغير لوحده بيأثر ولا لا؟ يبقى نروح بقى للمرحله اللي بعد كده، هنعمل اختبار جوهريه البيه 1 والبيه 2 كل واحده لوحدها باستخدام الخطا المعياري. هنا بقى بدل ما بنشتغل باختبار فيه بنشتغل باختبار اسمه اختبار ت. ت دي بتتحسب ازاي؟ بقسم بيه 1 على عين بيه 1. طب بيه 1 دي اللي في النموذج اللي هي كانت 4، عين بيه 1 دي انا مديها لك في المعطيات، وانا بقول لك اختبر جوهريه كل متغير مستقل على حده، مدي لك قيمه ب 1 عين ب 1 ب 54%. بتقسم بغض النظر عن الاشاره، الخطين اللي محطوطين دول معناهم الاشاره ما تهمنيش، الخطين اللي محطوطين دول اهم كده معناه ان الاشاره اللي بتطلع ما يهمنيش، لو بالسالب هتجاهلها، هيطلع 7.4. هروح اقارنها بقى بته النظريه او ته الجدوليه، هتلاقي عندك كذا ته، تختار ته 7. اشمعنى ته 7؟ واحنا لما خدنا فيه كام؟ 2 و7، يبقى محتاجين ته 7. يعني لو انت واخد فيه 2 و10 تدور على ته 10، لو انت واخد فيه 2 و5 تدور على ته 5 اللي هو تاني رقم في درجات الحرية بالنسبة لفيه. هلاحظ ان اللي انا حسبتها 7.4 والقيمة الجدولية 2.365، طالما المحسوبة اكبر يبقى تأثير به 1 جوهري. زي ما عملنا في به 1 هنعمل في به 2 الجزء التاني اهو، زي ما عملنا هنا في به 1 هنبدأ نعمل في به 2 اختبار جوهرية به 2. هنجيب برضه 2 محسوبه، ايه اللي هيتغير؟ هتبقى به 2 على عين به 2. به 2 خلي بالك كانت طالعه سالب 1.2، الخطين دول معناها ان اتجاه الاشاره، فانا ما حطيتش السالب. الخطين دول اسمهم الابسولوت فاليو او القيمه المطلقه، معناها نتجاهل الاشاره فانا ما حطيتش السالب. باخد ال 1.2 بس على عين به 2 اللي انا مديها لك في التمرين ب 34%، اقسم يطلع 3.5 تقريبا. هنقارنها برضه بته النظريه بدرجات حريه 7 نفس القيمه، هلاقي اللي انا حاسبها برضه اكبر، يبقى معنى ذلك ان تاثير به 2 جوهري. يبقى انا كده عملت ايه يا جماعه؟ اطمنت ان النموذج ككل جوهري، واطمنت ان به 1 جوهري او سين 1 يعني، واطمنت ان به 2 او سين 2 تاثيرها جوهري. كده يبقى النموذج بتاعي صالح للتنبؤ. طب افرض كان طلع النموذج ككل غير معنوي، يبقى نتوقف، يبقى خلاص ما تكملش بقيه الخطوات، يبقى النموذج هنا لا يصلح للتنبؤ.
طب افرض واحده من دول طلعت غير جوهريه، يبقى برضو النموذج اللي عندك لا يصلح للتنبؤ. يبقى عشان النموذج اقول ان هو صالح للتنبؤ لازم ينجح في اختبار المعنويه ككل واختبار تاثير سين واحد واختبار تاثير سين اثنين. اي اختبار من دول يفشل ما تكملش، لان كده النموذج ده مش هيصلح للتنبؤ ولازم ندور على نموذج اخر. الخطوه الاخيره او مش الخطوه الاخيره بقى، بعد ما اختبرنا النموذج نقدر نحسب بقى حاجات كتير منه، نقدر نحسب حاجه اسمها معامل التحديد، نقدر نستخدمه في التنبؤ. فانا طالب منك ايه بعد كده؟ انك تجيب حاجه اسمها معامل التحديد. معامل التحديد ده رمزه ريه تربيع، بيتحسب ازاي؟ بنقسم تغير الانحدار على التغير الكلي. والرقمين دول موجودين عندي بالفعل، تغير الانحدار على التغير الكلي. تغير الانحدار عندي عباره عن 52 والتغير الكلي عباره عن 54. طبعا لما بنقسم هنا هيطلع دايما رقم اقل من الواحد، لان دايما تغير الانحدار اقل من التغير الكلي، فطلع عندي 96%. ايه معنى معامل التحديد ده بقى يا جماعه؟ معناه ببساطه كده ان بناخد الرقم ده نضربه في 100 عشان يبقى نسبه مئويه. معناه ان 96% من التغير في الطلب بتاعي او في الاستهلاك بتاعي اللي هو ص بسبب الدخل والسعر اللي هم س1 وس2. طب وال4% اللي فاضلين دول، دي العوامل الاخرى اللي انا ما خدتهاش في الاعتبار اثناء الدراسه بتاعتي. يبقى التفسير يا جماعه بمجرد بتاخد الرقم تضربه في 100 وتقول 96% من التغير في ص بسبب الس1 وس2 والباقي يرجع الى ايه؟ عوامل اخرى. طب هل نقدر نستخدم المعادله دلوقتي في التنبؤ؟ اه نقدر. طب ازاي هنستخدمها في التنبؤ؟ اذا طلبت منك التنبؤ في الامتحان بتعمل ايه؟ بتروح على المعادله اللي انا مديها لك في التمرين، تعوض عن رقم س1 وس2 اللي انا هديهم لك. يعني انا هاجي اقول لك ايه؟ استخدم المعادله في التنبؤ بالطلب اذا كان مثلا الدخل 10 والسعر 5. يبقى دي معناها ايه؟ هنروح للمعادله اللي انا مديها لك في التمرين، نشيل س1 ونحط 10 ونشيل س2 ونحط 5 ونحسب المعادله هتطلع ص بكام. يبقى هو ده التنبؤ بالظاهره محل الدراسه. شكرا جزيلا لحضراتكم، واترككم في رعايه الله، والتقي معكم في المحاضره القادمه، المحاضره الخامسه والاخيره. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.